بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله جان تيه سملين من خنيين كبون تيم من لو سملين ឯកម្មន្តឲ្យមួយមកដើម្បីយើងនឹងចាប់ដើមថាសំឡេងឮច្បាស់អីចឹងنعم الحمد لله شكرا جزاكم الله خيرا إلى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله أهلا وسهلا بكم في سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وندرس كتاب العربية بين يديك الكتاب الأول أو الجزء الأول الحمد لله اليوم نصل إلى صفحة رقم 15 ندرس اليوم صفحة 15 الذي معه كتاب فليفتح ويتابعنا في صفحة 15 الذي معه كتاب افتح على هذه الصفحة بالأمس كنا ندرس عن الأصفاد وفهم المسموع وكنا نأخذ الجزء الأول فقلنا أولا الأصفاد وكنا درسنا الصوت حرف خاء وأخذنا التدريب الأول والثاني والثالث والآن سنأخذ الجزء الثاني فنقول ثانيا فهم المسموع ثانيا فهم المسموع فنقول ثانيا نعم ثانيا ما هو ثانيا فهم المسموع ثانيا فهم المسموع سنستمع إلى صوت عربي يقرأ علينا التدريب ثم نستمع وننظر ماذا يريد منا التدريب نعم التدريب الأول يقول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب التدريب يقول استمع التدريب الأول تدريب رقم واحد التدريب الأول يقول استمع ثم ضع علامة صحيح ثم ضع علامة الصحيح في المربع في المربع
المناسب. نعم، التدريب الأول يقول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. ما معنى استمع؟ استمع، استمع ثم ماذا؟ ثم ضع. عمل ضع، اكتب، اكتب أو ارسم، عفوا ارسم، اكتب. ما معنى اكتب أو ارسم؟ سي ركا كو، كو هو كي؟ كو سنياني، سنياكريني علامة الصحيح. رسالة في عشمها علامة الصحيح، علامة الصحيح. أين نكتب أو أين نضع؟ في المربع. ما معنى مربع؟ هذا هو المربع، هكذا هذا الشكل يسمى ماذا؟ يسمى مربع. إذن استمع ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب، المناسب الجيد أو المناسب يعني الصحيح. نعم، فالآن نستمع إلى صوت. نعم، استمع معنا، أفتح الصوت. الصوت يعمل من البداية، فأريد عفوا أأتي بالجهاز. نعم، سأسجل الصوت عن طريق الجهاز إن شاء الله. في يوم الجاء سملاي تان رجع الكمبيوتر برو سملاي تان توسك في جاب نام في دم بون تو لك ترى في غيرو كامبي أو نستطيع أن نحاول. عفوا على التأخر.
الحمد لله. الآن نحاول إن شاء الله، أو أكتب هنا أولا واحد ألف وباء اثنان أربعة ثم خمسة هنا خمسة وستة هنا ستة ألف وباء. نعم، الآن نستمع إلى الصوت فنقول فهم المسموع. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. نعم، استمع. واحد. واحد. طبيب. نعم، واحد الصوت يقول طبيب. ننظر إلى الصورة، هل هذه الصورة أو هذه الصورة في الكتاب؟ أقصد في الكتاب. جمارن روزفلت تعرض تي مودين تعرض تي بي. الصوت يقول طبيب أو طبيب. إذن ما هو الجواب؟ نعم نعم، شارك معنا. أول بديت جلسة تمنع أي بديت جاك سنين أو شان تي جاك لون أي فو أي فو إن شاء الله. أي جاك أي جاك بطاقة بان من جيبا ياتي. نعم، أنا من يشارك معنا. ننظر إلى الصورة، هذه الصورة أقرب لكم، هذه الصورة. نعم، هذه هذا واحد، واحد يقول طبيب. نعم، هذا الصورة الأولى والثانية طبيب. ننظر في الصورة، فالصوت يتحدث عن الصورة الثانية. إذا نضع علامة الصحيح في هذا المربع. نعم، ننتقل إلى رقم اثنان. اثنان مهندس. اثنان مهندس. اثنان مهندس. ننظر هل الصورة الأولى أو الثانية؟ تعرف كيف تمر كاروب كيف تبي مهندس جمع تعرف كيف نمر. ننظر إلى الصورة، ما هو الجواب؟ أين سنضع علامة الصحيح، في الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ نعم، ممكن يكتب معنا. نعم، إذا مهندس. نعم، في جواب، بارك الله فيكم. نعم، الصورة الثانية. لو تكتبون، أنا أقترح لو تكتبون هكذا الصورة مثلا، اكتب هكذا، لو تكتبون بالعربية صورة. نعم، صورة واحد أو الصورة الثانية، الصورة الأولى. هكذا نتعلم. أنا روب تي بي روب تي موي، وعندنا صورتان فقط، يمين روب تي بي ده روب تي موي نم روب تي بي. نعم، الآن نستمع إلى رقم ثلاثة. ثلاثة طبيبة. ثلاثة طبيبة. الصورة الأولى والثانية. نعم، ثلاثة، الصوت يقول طبيبة. الصورة الأولى أو الثانية؟
شارك معنا. نعم انظر. الصورة. نعم. ما هو الجواب؟ الصورة الأولى. نعم. إذن ثلاثة صورة الأولى. نضع علامة الصحيح هنا. نستمع إلى رقم أربعة. أربعة مدرس. أربعة يقول مدرس. ننظر إلى الصورة إلى رقم أربعة هنا. نعم. عفواً. أربعة مدرس. الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ نعم. أربعة صورة كم؟ نعم. الصورة الأولى أو الثانية؟ أربعة يقول مدرس. الصوت يقول مدرس. نعم. الصورة الأولى. شكرا بارك الله فيكم. أنا لا أقرأ اسمكم اليوم. أنا اسمه كويدة. لا بارك الله فيك. نعم الصورة الأولى. ننتقل أو نستمع إلى رقم خمسة. خمسة. خمسة يقول مهندس. نعم خمسة هنا يقول مهندس. نعم انظر إلى الصورة. مهندس. خمسة يقول مهندس. الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ الصورة الأولى أو الثانية؟ نعم مهندس. مهندس. هذا التدريب يساعدكم على حفظ كلمات أو حفظ معنى الكلمة. تقول لهم هني بتشوي أيام شه كم أكمل يلو تقطع براي بي نن تشوي أيام هات سناب لو سنلي ده كيني جي كنا بين ده كيني جي ما جن أك دمها كيني جي أبي أول. لكن نبدأ بالتدرج كلمة كلمة ثم سنستمع إلى الجملة ثم سنستمع إلى مقطع أو النص. تقول جن أك جن أك برانتي برانتي على لي جن rien snap tiet rie rie hai bot mot tiet inshallah yeung rien snap clear bot mot tiet yeung chi lakana atbot khlai katha khan khlai khlai rue ko atbot inshallah yeung nang bot to mot tiet sikam tha allah pdal okas rue yeung tieng ok khnie ban chou rue tieng ok khnie inshallah bi idhnillahi ta'ala. Idhan khamsa khamsa ma da yaqul muhandis. Khamsa مهندس. إذن خمسة. الصورة الأولى والثانية. أنظر الجواب. خمسة رقم الصورة. الصورة الأولى. خمسة صورة أولى. نستمع إلى رقم ستة الأخير في التدريب الأول. ستة. ستة طالبة. نعم ستة طالبة. ننظر إلى الصورة هنا. ستة الصوت يقول طالبة أو طالبة. في أي صورة يتحدث؟ الصورة الأولى أو الثانية؟ طالبة. نعم الصورة الأولى أو الثانية؟ نعم الصورة. نعم الصورة ماذا؟ صورة
مشغولة ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. إذن أعيد مرة ثانية، رقم واحد يقول طبيب، فالطبيب هي صورة ثانية. رقم اثنين مهندس، هي صورة ثانية. ثلاثة طبيبة، هي صورة الأولى. أربعة مدرس، وهي الصورة الأولى أيضا. خمسة مهندس، هي الصورة الأولى. والستة الأخير طالبة، صورة أولى أيضا. الحمد لله. الآن ننتقل إلى التدريب الثاني. ننتقل إلى ماذا؟ إلى التدريب الثاني. ما هو التدريب الثاني؟ نعم، استمع فمضى. إذن أمسح هذا فقط. ثم نعم نفس الكلام. إذن أمسح هذه حتى لا يأخذ منا وقتا طويلا. เป็น program นี้ทําไมต้องเอาอย่างแค่ไปเลยซีเปลเยอะจ้าโปรเลยจริงๆระเบียบคลายสนุกคือตัวเคลียร์อัลฮัมดุลิลลาห์ اذا التدريب الثاني يقول استمع ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب. أو رقم اثنان أيضا. أين نعم رقم اثنان تدريب الثاني. التدريب الثاني يقول استمع ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب. جوني سناب من سناب كليبس لي كتير كلمة بارجون. استمع ثم ضع على متوقع جوني تحرك الكوف سنة كري سنة صحيح. هذه علامة صحيح. علامة ماذا؟ علامة الصحيح. هكذا الصحيح. علامة الصحيح. هذه علامة الصحيح. استمع ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب. جوني سناب متوقع جو كوب سنيا كريب نوك نوم برعب دائر سامسرا. نعم هيا نستمع جميعا. نعم واحد يقول هذا أخي. نعم الآن نستمع أو الجملة أو الصوت يكون أكثر من كلمة. نبينا يكرر حسن لين شرعان جيم ويبيعان. واحد يقول هذا أخي. ما معنى هذا أخي؟ تعرفون معنى ما معنى هذا أخي؟ هذا أخي. نعم ما معنى هذا أخي؟ هذا أخي. نعم هذا أخي الصورة الأولى والثانية. هذا أخي من هني chiếc bóng rồi cọp ôn trống rồi bạc nhầm chân ở như mới ấy số ấy số số ra thu ấy số ra الأولى والثانية. هذا أخي. نعم الصورة الأولى أو الثانية. الصورة الأولى. نعم هذا أخي. لماذا؟ لأن الصورة الأولى هي الصورة لرجل، صورة مذكر، وهذا للمذكر. هذا للمذكر. إذن هذا أخي هي الصورة الأولى. رقم اثنين عفوا مرة ثانية لا أسمع جيدا. نعم.
ناسي خلاص. أنت مدرس، اثنان أنت مدرس، الصورة الأولى والثانية نعم اثنان هنا، اثنان هنا، إذن انظر، اثنان أنت مدرس، اثنان هنا رقم اثنان أنت مدرس، الصورة الأولى والثانية نعم الصورة الأولى، لا أدري هل هذا رقم واحد أو رقم اثنين، لعل هذا رقم اثنين إن شاء الله لأنه يكتب جديد. إذن أنت مدرس الصورة الأولى، لو تكتبون الإخوة تكتبون مثلا الآن تدريب الثاني، اكتب هكذا اثنان الصورة لا يلتبس لبيت الله جل وعلا، اثنان الصورة واحد أو الصورة اثنان هكذا، اثنان بمعنى التدريب الثاني نعم، أو رقم ثاني رقم هذا رقم، ثم ثلاثة سنكتب هنا ثلاثة أربعة هكذا حتى لا يلتبس لبيت الله جل وعلا عفوا نعم. إذن اثنان أنت مدرس هي الصورة الأولى. طيب نعم ثلاثة طالبة، طالبة أين ثلاثة؟ ثلاثة طالبة، أي الصورة؟ الصورة الأولى والثانية ثلاثة نعم، أنتظر الجواب منكم، أنتظر الجواب منكم نعم، الطالبة الصورة الأولى والثانية الطالبة، ننظر إلى الصورة هنا الطالبة أعيد هم يرجو لي يوم كانت ليس بيجي مكان كرابك ورجعي صمت وطوحا نعم ثلاثة الصورة الأولى والثانية طالبة الثلاثة الصورة الثانية الله أعلم روكا لوكي من سوي كمان لعلها ثالثة ثانية فهذه روبية تي بي روبية تي بي من ترقية في مدى ثلاثة هي صورة الثانية إن شاء الله. أربعة أربعة هو صديقي، أربعة هو صديقي الصورة الأولى والثانية أربعة هو صديقي هيا نعم نعم يريد الصورة نعم تفضل أربعة هو صديقي هذه أربعة هذا رقم أربعة الصورة هي اثنان أو اثنتين الصورة الأولى الصورة الثانية والجملة المقطع يقول هو صديقي إذن هذه الصورة أو هذه الصورة نعم الصورة الأولى والثانية تفضل أوريكم الصورة مرة ثانية هذه هذا رقم أربعة هذا رقم أربعة أقرب الصوت يقول هو صديقي هو صديقي أربعة هو صديقي هذه الصورة الأولى هذه الصورة الثانية إذن ما هو الجواب الصورة الأولى والثانية الصورة الثانية نعم أربعة هو صديقي لأنه هو مذكر إذن هو صديقي أربعة هو صديقي خمسة
خمسة هي طالبة. أين رقم خمسة؟ هنا رقم خمسة، هنا خمسة. خمسة هي طالبة. هي هل ترون الكتاب؟ نعم، هذه الصورة رقم خمسة. رقم خمسة هي طالبة. الصورة الأولى أو الثانية؟ هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية. نعم، ما هو الجواب؟ الصورة الأولى والثانية. نعم، هي طالبة. هي طالبة. الصورة الأولى أو الثانية؟ لا ليش يكتب الصورة الأولى؟ صورة رقم واحد. رقم واحد. لا، خمسة هي طالبة. إذن هي خمسة هي طالبة. إذن الصورة الثانية. لماذا؟ لأن الصورة الأولى مذكر. روحها روب تيموي توجيه مذكر. شن ديك من أعلى حاجة روب تيموي باندي روب تيبيلة. نستمع إلى ستة والأخير من التدريب الثاني. نعم، ستة يقول هذه صديقتي. نعم، ستة هنا رقم ستة. ستة يقول هذه صديقتي. هذه صديقتي. نعم، هذه الصورة الأولى وهذه صورة الثانية. هذه الصورة رقم واحد وهذه صورة رقم اثنين. إذن ستة، ما هو الصورة الأولى والثانية؟ هذه صديقتي. نعم، الجواب إن شاء الله. إذن الجواب هي الصورة الأولى. الصورة الأولى. أعيد مرة ثانية. التدريب الثاني يقول استمع ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب. استمع ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب. ما معنى علامة الصحيح؟ علامة الصحيح سجل سينيال سينيال كريني أنك أو شموها علامة الصحيح. علامة الصحيح. إذن الجملة تقول هذا أخي. واحد، هذا أخي. قلنا الجواب الصورة الأولى. اثنان، أنت مدرس. اثنان، أنت مدرس. الجواب الصورة الأولى. ثلاثة، أنا مهندس. الصوت ليس أنا مهندس. طالبة. هنا خطأ بين الكتاب والصوت. يقول هامين كيف تقنير بين سبلين من كاسوسين جبلاي نبلون سبحو كيف تقنير كاسوسين نبلون سبحو أنا مهندس كبتاي نبلون سبلين طالبة. شن طالبة يوم كتيره رهي روب يبتي تيبي كون يوم كتير روب يبتي تيبي لفحا فحاين نسخ سرين جرام جيم والله أعلم قرآن تاكيه فحا فحاين ري. نعم، ثم أربعة هو صديقي. هو صديقي. قلنا أربعة هو صديقي. إذن الجواب هو الصورة الثانية. خمسة هي طالبة. خمسة هي طالبة. قلنا الجواب هو الصورة الثانية. وستة هذه صديقتي. وقلنا أن الجواب هو الصورة الأولى. الجواب الصورة الأولى.
نعم درسنا اليوم هكذا فقط، وغدا الأسبوع القادم سنكمل الصفحة أخرى إن شاء الله من فهم المسموع، بقية صفحة واحدة جمع بيرين سبراك يعني كل يوفو تا بيرين تا بوي تمبو نوتي سبراك رأي إن شاء الله ngày sau جينا نجاب رأي بوي تمبو تيت بجاب فهم المسموع بإذن الله تعالى. Mùi tiết này đây là bắt con miền sắp hơn. Nam số A tuôn đào tổng phố tì còn màn hải. A sọc hà hốt ạ, a sọc hà. Sọc hà hà con khám sạc à a sọ rạm. A đi hả? A sọ thì mẹ nà a sọc hà. Chân dân đào tổng phố dự riêng hà ní tổng phố tì đọc rạm. Chân dân đạc chùn đọc thằng lời rừng sạp hết. Mời khơi, mời khơi. Ya mơ khởi nha, mơ khởi. Chẳng ngày dự định tổng phố tí. Tí là pram. Hay ngày tất cả đó, inshallah. Sa nawasil fi safhati 16. Chẳng ngày sau cả đó, dự định chạp đàn tí tổng phố tí. Đọc rồi mùa inshallah. Hay khi dự bó những kết thúc của là miền chìa kết tạp nơi chú mùi như thế giới. Và tôi chỉ lẽ cả sốp rồi có chìa hạt rồi có copy chanh mạc ra vào đó. Vì nghe sử dụng cả tạm bán, nông cả riêng đồng nạc ca chung mùi kinh nghiệm sân bởi dưỡng ở sổ của bạn và kể cả mất dân quyết của hai người phía đôi mạnh mẽ chân thôi dưỡng liên ca lòng bạc. Trên thế chỉ dụng báo lúc dưỡng ta khu ta miền là miền sử dụng của nghe sử dụng đấy dưỡng ảnh chỉ sổ sổ phí các bạn dưỡng bạc mơ và đáp dưỡng riêng ta một đạo tài hình cực hạ đại lọ. Tuy nhiên mình chỉ print chỉ sử dụng chân mắt mình ở chỉ vào màn thế và chỉ mới tìm mới một lò hoa lắm hay dân ai sẽ xế hạt sẽ xế bàn tiếp học tại nó nông sốt nó nông phán nhưng mình ai sẽ xế bàn thế chân ai dân dân ca lục bán hay ca sẽ xế ca ạn vật tam lục hạt tăng ổn ít vì được thua ở dân trong chám biện nâng khía để bây giờ bàn riêng của lò hoa hồi nếu bị chui mình đến và xâm bởi dân tam tam nâng ạn vật bàn chuột chuốn nơi lùng hạt và bỏ dương đã bàn riêng của lòng bỏ hợp chân tư chia sẻ nấu phố xong bởi ái nhiên sự thân chỉ mũi thay vì có xế hạt và xế mơ biết là xế ra mà bây giờ dương bản xế chú nít dương trong lòng ra một lần sự chuyên một ngày trong tài đọc pram đi tí rồi có pram đi tí các bạn đã của dương vừa tất dương riêng tại tì màu thế hay là những cái riêng bỏ dưới một đau là màu thế sai sạch một tin và sai sạch rắn rồi có một đau mà thế vừa dương riêng tại môi trường bộ thế nó một ngày sau lắm chúng tôi chỉ cần nó sát thì cả tàu chỉ chụp bão xem là bão của mình là phục vụ để tạm tạm liên lạc liên sau là sự không thạo lost mà đầu tàu nâng tàu cho nên đang nâng tàu cả chương trình quan trọng là cần phải chuẩn sau đó là hôm nay nó sẽ bị là mình hay thì hạ tầng đất và sau đó tập đi từ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى و معذرة إذا كان هناك خطأ أو أي يعني شيء يعني غير مناسب فأعتذر وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم فنذكر دعاء الكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.